بيجي من جو فيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده يا ابطال جايين في سلسله تحقيقات، والحمد لله طبعا يعني شكرا بجد لكل واحد عمل اشتراك للقناه. وصلنا النهارده 40,000 مشترك، وبجد بجد فرحان جدا، وباذن الله مستمرين لي يعني لحد بردك يعني لحد هدفنا. احنا عايلين ان شاء الله باذن الله السنه دي 100,000 مشترك، وطبعا مستمرين في سلسله التحقيقات. وقريب جدا هيبقى في فيديوهات العاب بفيس كام، وفي العاب كتير قوي هنزلها جديده غير لعبه روبلوكس. فيلا بينا عشان نبدا ونشوف مين الشخص اللي معانا النهارده. الشخص اللي معانا النهارده زي ما انتم شايفين يا ابطال، ده يعتبر الشخص اللي معانا اسمه اس اتش معرفش ال او او ال 0 حاجه زي كده. الشخص ده لقيت السكين بتاعه غريب، ويعني الصراحه بردك الاصدقاء اغرب يعني تمام كده. فتعالوا كده بردك نبص، ادي اول واحد عنده هو يعني في حاجه كده متبند نفس الكلام. هو هنيجي نعمل ترجمه هنلاقي اللي هو غير نشط، وهنلاقي هنا بص عنده بص الشخص ده اللي اسمه هيرو براين. بص القناع ده فخم، القناع ده جامد يا جدعان والله، انا نفسي اشتري منه كده. وينفع اشتريه والله بجد، باين عليه القناع جامد. ايه ده، هو ليه مش موجود هنا؟ يبقى هو ده مش عارف والله هو فين، بس بجد بجد القناع هياكل من وشه حد. تعالوا كده نبص على باقي اصدقائه، بصراحه شكله غريب شويه يعني تعالوا كده نطلع. عامه الابطال اصلا يعتبر ممكن تقولوا كده ان ده اخر شخص هعمل عليه تحقيق، والشخص ده هكون مش عارفه. يعني عامه الاشخاص اللي جايه كلهم انا يعني هكون بقى يعني اللي هم ايه، مثلا بان بان دب دب، مثلا في ناس اسمهم دي بوست، دول هعمل عليهم تحقيق قريب. في بعض الناس كده اللي هم بقى الناس اللي هيكونوا معروفين ومشهورين اصلا فعلا انهم هاكر، لكن ان احنا نحقق في حد ويعني نحقق مثلا على حد ونكتشف مثلا هل هو هاكر ولا لا، فانا على ما اظن ان انا مش هعمل كده تاني. فتقريبا الشخص ده يبقى اخر شخص هعمل عليه الموضوع اللي هو التحقيقات، ونشوفه اصلا هل هو هاكر ولا لا. لكن انا فعلا بعد كده هجيب ناس فعلا هم يعني هاكر، وانا بحاول مثلا ادخل اكلمهم او بحاول اللي انا اتواصل معاهم، وبنشوف فعلا هل هم بيهكروا ولا لا. تعالوا برضك نبعت له هنا طلب صداقه وفولو كده كده، ممكن ما اظنش ان ده يقبل لانه فاتح من شهرين. الشخص تحسه اصلا انه عادي، عنده 155 فولو. تعالوا نبص ايه ده، ده مستخدم فولو هاكر، باين قوي يعني انه مستخدم الفولو هاكرز. يا جماعه كلهم شكلهم كنشنش ونوب عشان يعمل ضجه بس وخلاص، يعني مفيش غير كام شخص بس هم اللي شكلهم عادي. هنلاقي هنا اتنين عاملين هو عامل لهم فولو، ناس بردك عاديه ما اظنش خالص. بس في حد من الابطال كلمني وقال لي يا بلال ان الشخص ده هاكر، ويعني او تقريبا ما قاليش هاكر، قال لي ادخل حقق عليه بس. فانا بصراحه مش عارف يعني. طب تعالوا كده نشوف الجروبات اللي هو فيها. داخل في جروبات سبيس معرفش ايه، الجروبات كلها عاديه، الفيفوريت فانتوم معرفش ايه ده، مابات اول مره اشوفها. ايه ده، ذا سمايل روم، مش عارف ايه الماب دي بس حاسس انها مرعبه. ما تيجي ايه ده، فينا عليها ناس كتير، 9 مليون واحد ولا 10 مليون زائر لعب الماب دي. او ماي جاد، باين عليها ماب مرعبه. تعالوا ندخل الماب ونجرب. زي ما انتم سامعين يا ابطال، واضح كده ان الماب دي مرعبة، وفي ناس بتقول واحد بيقول هيلب معرفش ولا حاجة زي كده. انا الصراحة خايف، واضح اللي هنا في تقريبا لو روحنا هنا يعني هيبقى او ماي جاد. ايه يا جدعان الخبيط الخضة يا جدعان، في ايه ده؟ ده واضح اللي هيبقى في فزعة جامدة النهاردة. ايه اللي خلاني دخلت الماب دي؟ او ماي جاد، دي سمايل روم، انت كذاب، دي سمايل روم دي؟ احنا لازم اوطي الصوت يا جدعان، انا خايف اوي. ايه ده، تعب بسحب الناس. مرحب مرحب، وانا عندي لاج كده ولا باين عليا عندي لاج؟ يا نهار ابيض، بص بص. طب تعالوا ندخل البتاع دي، ده ايه ده، بيعمل ايه ده؟ انا خايف اقسم بالله، انا هروح وعلى الله بقى اشوف ايه اللي هيحصل. يا لهو، ده كده بلعنا. سامعين يا ابطال اصوات؟ ايه الماب الغريبه دي، انا اول مره ادخلها في حياتي صراحه. ايه ده، ايه اللي هيحصل؟ في حاجة غريبة وأصوات عجيبة كده يا جدعان. أو ماي جاد، إيه ده؟ إيه طيب اللي حصل يا جدعان؟ ما تخضناش والنبي. طب اركبوا يا جدعان ولا إيه؟ ولا هو إيه هنا خطر؟ مفيش حد فاهم حاجة. أنا جينا منين؟ أو ماي جاد،
ايه ده كل امتى لازم ندخل هنا؟ لا 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 لا، ايه ده عادي؟ ايه ده اتشفطت، انا اتشفطت يا جدعان، ايه الماب دي؟ انا عمري ما دخلت الماب دي خالص. انا خايف يا جدعان، حد يبقى معايا، اوعى حد يسيبني والنبي لوحدي، اوعى حد يسيبني بالله مع بعضينا. يا نهار ابيض، انا لو كنت بلعب الماب دي مع الابطال كان زماني ايه والله، بقيت في حد يعني، كانوا كلهم دافعوا عني. يا جدعان بالله ما تسيبونيش لوحدي يا جدعان. ايوه وبعدين؟ طيب انا خايف، في صوت كده غريب وفي كلام عجيب، المفروض يعني احنا اتحبسنا طيب ولا ايه؟ طيب واضح كده ان احنا هنحقق في المبدي ولا ايه؟ ده احنا جايين نحقق في المبدي بقى، مش جايين نحقق على الشخص، هو اللي حاططها في الفوفوريت. انا مقلق، انا مقلق. طب ايه هنا مثلا؟ ايه طيب يا جماعه والله خايف، هو هنا مرسوم حاجات؟ بصوا هنا معمول ايه، حاسس ان في حاجه والله. انا هروح هنا لوحدي، اللي هروح هنا والله، حاسس في حاجه هنا والله خايف. ليه ما ينفعش ادخل هنا؟ او ماي جاد، انا الواحد اللي طالع. يا جدعان يا جدعان تعالوا هنا، هنا 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 يا كابتن، تعال هنا والله حاسس في حاجه فوق. هطلع بقى وعلى الله، ادعوا لي يا ابطال، انا اللي هنقذهم يعني ولا ايه؟ يعني انا عشان انا محقق انا يا جدعان فهتودوني ولا ايه؟ انا والله حاسس في حاجه هتطلع لي دلوقتي، ما غريب اصلا. السلام عليكم، هلا والله سلندر مان، كيف حالك؟ السلام عليكم، والله والله انا بحبك، بس يعني ما تعملش اي حاجه، انا غلبان، انا مش هتحرك، انا من شاب، انا لو معايا موبايل كنت زارت والله. بص بص هقول لك على حاجه، انا ما عملتش اي حاجه وانا جيت هنا بالغلط وانا مش هتحرك، انا اصلا يعني ماليش دعوه باي حاجه يعني، انا بس بص الناس تحت كلها، ما فيش حد، انا لوحدي هنا والله. بص يا سلندر مان اجري، بس اهرب والله، حاسه هيجيلي دلوقتي اصلا يعني، لو انا قاعد بغيظه كده. ايه اجري بصراحه، ابطال خايف بس عايز اشوف فيه، عندي شغف. اذا عديت عادي، حاسه هيجري ورايا اقسم بالله. طب ايوه وبعدين؟ طيب هو تقريبا عايزنا نقعد نكتشف حاجات يعني. طب انا هروح عند سلندر مان واللي يحصل يحصل، هروح اسلم عليه عشان وحشني. ايوه والله ابعدي بقى، استنى بقى سلام على سلندر مان حبيبي، بس قسما بالله انا خايف او اصلا، بس انا عامة هروح اسلم عليه. هلا والله سلندر مان، الو سلندر، بقولك انت صنم مناش فيك، هو ماله يا جدعان؟ طيب طب وبعدين؟ طيب بقى في الليلة دي سلندر مان اللي مش بيتحرك ده، مش انت المفروض بتخوفنا يا ابني؟ عمي اسانسير، ايه يا جدعان انتوا فين؟ طيب ما تيجوا نركب اسانسير نعمل اي قصه في حياتنا، ما هو كده ايه ده، مالها الماب اللي ملهاش اي لازمه دي؟ مفيش حد يتشفت طيب ولا اي حاجه؟ طب انا اتشفت هنا مثلا، مفيش يتشفت هنا، ايه المكان ده اول مره اروح فيه؟ ايه ده، تعالوا كده باين علينا في هنا حاجه غريبه، سلالم وحاجات غريبه، ايه اللي دخلني الماب دي اصلا؟ الماب من بدايتها عجيبه قوي، ده لسه في فوق كمان، مفيش بيبان ما يدخلها. استنى تعالوا مع دي، يخرب كده احنا انتهتوها ما شاء الله، تبقى عظيمه، مفيش حد فاهم حاجه، كله رايح في اي حته وخلاص، تهنا. ما انا جيت هنا، ايه ده، ما انا جيت هنا يا جدعان خلاص، محدش هتعملوا ايه يعني؟ ده سلندر مان عادي والله، انا حاسس ان انا لا بصوا انا هخض دلوقتي خضه والله، حاجه تطلع في وشي، وانا انا عارف انا بيجي لي الحاجات دي، هي ما بتجيش للناس بتجي لي انا بس، مفيش غيري انا الوحيد اللي بيحصل لي كده. انا عايز ايه ده، ايه الباب ده، الباب ده ليه مش معدول يا جدعان؟ هو هنا، هو هنا يا جدعان، في حاجه هنا ازاي؟ طب امال في حاجه فين؟ انتوا خدتوا بالكم؟
السلام عليكم، اهلا والله، كيف حالك؟ بص بص، انا هتفق معاك اتفاق، لو انت صنم زي سلندر مان قول لي، يعني ما تعملش اي حاجه خالص، خدني، فاهم انت ازاي؟ لكن لو انت عادي يعني طيب، يعني مش عارف والله انا، بس بص، لو انت طيب ما خليك زي سلندر مان كده صنم، لو انت مش طيب يبقى خدني دلوقتي، اول ما اقرب منك. ماشي، يلا 1 2 3 يلا. انت طلعت طيب زي سلندر مان، خلاص ماشي حبيبي، بس واضح كده فعلا الماب دي مش فاهم منها حاجه. بقول لكم يا جدعان، تعالوا نطلع، تعالوا نطلع. زي ما انتوا شفتوا يا ابطال، الماب غريبه جدا، لا دخلت عليها، والمفروض ان الشخص ده هو ده اللي حاطط الماب دي، وحاطط كمان معاها ماب كده ما اعرفش فيها علامه استفهام، وماب كده ما اعرفش كونتر بلوكس، مش عارف ايه المباد دي صراحه. بس عامه احنا ايه، عامه انا تقريبا ده هيبقى اخر فيديو بتاع كان مفيش، هل ممكن يكون وافق على طلب الصدقه مثلا؟ اكيد لا. بس عامه الابطال ده هيبقى اخر تحقيق عن الشخص اللي هو الاشخاص اللي انا اصلا مش عارفهم هكر ولا لا، او لسه هدخل احقق فيهم وهيكونوا جداد. فدلوقتي احنا هناخد بقى كل الناس القدام وهنبدا نرجع لهم ونعمل يعني تحقيقات عليهم ونشوف ايه اللي حصل معاهم، يعني مثلا زي تورليو اللي اعتزلت، وزي ام دي ار بي اللي لسه معايا تحقيقات عنها كتير، ومثلا ديز دولي بان ودبدب وناس كتير قوي لسه، يعني الناس دي فعلا احنا عارفين ان هم هاكر، بس عايزين بقى نكتشف هم بيستخدموا برنامج ايه او بيعمل مثلا بيعملوا ايه. فبس كده بتطلع لحد هنا فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج، ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله.